c'est bon, papa. الشعب اللبناني عبر اليوم عن كثير صحيح وعدلنا ولبنان ونكون مقام الشعوب وتصفاق الشرير المبلوم وتنواع على كل تلوم شوتونا وبرحتونا مبلوم وتنواع على كل تلوم شوتونا وبرحتونا لقلبات بلا معلتات ولا تقدر تقنعنا واللون حجم والحكم بأمينا بتراب الدنيا لك الشعب اتقى مولانا وحكم بأمينا سنة سواتك أمنتك يا صوات يجيلك بدار الحكم يديلك بالبير ويشهر قصدك مستحبك كونا ورفعنا عن البلاد واعلنا من قبل كنا نجاره في الركب النائي واعلنا لا يعاوننا في السراري والضراري وسم الاشي يطرق في الصباح والمساء والشعب انه يطلق البعض على وجه المريض اللي عندنا ما ينقال له نظام ينقال له شخص رئيس الجمهور
السورية محمد عبد العزيز ماشي له 9 سنوات وبرنامج وحادي يكرس فيه سلطة البلد ويسير الدولة برغباته وبإرادته. نحيي هذه الجماهير اللي خلاص اليوم تعبر عن استنكارها وعن رفضها لسياسة عبد العزيز، واليوم نقولوا الفوق لأنه عبد العزيز يشكل خطر كبير للدولة والمجتمع، ونقول الفوق اليوم لأن عبد العزيز ما يلا تلينا نخلوه يخرف ولا يصيف به اللي هذا أصبح يشكل خطر لوحدتنا الوطنية. وتوه نقول عن هذه المظاهرة أنها مظاهرة عظيمة وأنها كبيرة وأنها فعلا مبادرة قبلها المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية وشاركوا فيها وساهموا فيها وعبوا لها قدر من الأحزاب. الشعب الموريتاني اليوم عبر بشكل واضح عنه رافض العبث بالدستور ورافض تشويه العلم ورافض نظام الفساد ورافض ارتفاع الأسعار ورافض ارتفاع الضرائب ودور حاله ايش بها عيشة كريمة. يا الله السلطة القائمة تفهم الرسالة وتجنب البلاد شمال لابد منه.